بسم الله الرحمن الرحيم. طب يا اخوان، طب فجأة، طب بدون مقدمات، إذا بشخص قد نام بجانبي واحتضنني وبدأ يوجه لي القبلة، فماذا حدث؟ تخيل نفسك في هذا الموقف، في هذا الامتحان. تخيل نفسك في هذا الموقف وهذا الامتحان والابتلاء العظيم. لا أحد يراك ولا أحد يسمعك إلا السميع البصير، فهل ستجعله أهون الناظرين إليك؟ اسمع وعاكر. قام صاحبنا من فراشه ودفعها بقوة وصفعها صفعة على وجهها، ثم لبس ثوبه وذهب إلى المسجد خائفا وجلس يبكي حتى أذن الفجر. ربنا يا ربنا، ربنا